أهلا بحضراتكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق مودرن فيوتشر فاز على فريق الجونة بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وبيحتل مودرن فيوتشر المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 في المركز 11 بالدوري. فريق بيراميدز حقق فوز كبير على فريق سموحة بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز واللي أقيمت على استاد الدفاع الجوي. بالنتيجة دي بيتربع بيراميدز على قمة الدوري برصيد 56 نقطة، ويتجمد رصيد سموحة في المركز السابع برصيد 35 نقطة. دكتور أحمد جبالة طبيب الأهلي أكد أن أكرم توفيق لاعب الفريق بيعاني من الألم في الركبة بعد مشاركته في المران اللي أقيم امبارح، وهيغيب أكرم توفيق عن مباراة الأهلي أمام فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. اتفق مسؤول نادي الزمالك مع الأسباني فرناندو بربيتو لتولي القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليد لمدة موسمين بدءا من الموسم الجديد. دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كشف عن خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط اللي جراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا. ونروح لألمانيا، فنادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عن تعاقده مع المدافع الياباني هيروكي إيتو قادما من شتوتغارت، وده في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل واللي هيقوده المدير الفني الجديد فينسنت كومباني. بكده تكون خلصت نشرتنا الرياضية.